ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنعلمكم حركه في قمه التحافه. تحافه. طيب ازاي لو حرامي او واحد بيسرقك او نصاب او واحد بيعكسك او اي حاجه ايا كان، سواء انت راجل او انثى، ازاي لو اعتاد عليك بالتالي هتخبطه من خبطه واحده هتوقعه في الارض. من خبطه واحده هتوقعه في الارض. فلنفترض ان ده حرامي. ايوه انا الحرامي. ماشي، وداخل يثبتني مثلا بمطوه، انت رد فعلك ايه؟ انا مسالك انت. ايوه قول له رد فعلك ايه. المهم هو المهم اول حاجه هتروح ماسكه كده، تاني حاجه هتروح رافع ايدك كده، وهتروح وبدي واحده هنا بالانجليزي اسمها فيرستنجليشن. يلا هنطبقها عملي. ركزوا معايا يا شباب. الشباب اهم الشباب اللي هيطبقوها عملي قدامك. يلا اهو عملت له ايه؟ عملت له بالانجليزي اسمها اليشن. اليشن. اهي اليشن. بعد كده قمت عامل كده ومدي له واحده. وجعتك؟ عايش يا كابتن. ثانيه يا جماعه، بس احنا هنطبقها عملي قدامكم بطريقه علميه، بطريقه عمليه. ازاي لو حد اعتدى عليك هتعمل معاه الحركه دي؟ تعالوا يا شباب اتفضلوا. عاش الابطال. فاهمين طبعا الحركه الفيري كلوستون. أيوة. تمام؟ هنطبق الحركه دي عمليا. ماشي. عشان نثبت للناس ان احنا نقدر على الحراميه. اول حاجه هتعمل له ايه؟ العمل. يلا فيرست كده انشليشن كلوشن. برافو. تاني بالراحه، تاني عشان الناس تركز. الفيرست انكلوشو بريشيشن. برافو. تمام. هاي يلا بقى نعملها بسرعه. عشان نثبت للناس ان الفريشليست تمام. يلا وده الحرام. يلا ابعد كده بقى عشان نشوفها ايه الدنيا. ركز، هنسيبكم تركزوا. شغال الحرام. بس يا جدعان، بس خلاص. بص يا جدعان، يا جدعان هتقوم.